شمروخ تعال. امرك يا باشا. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده ابو دقن؟ ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم، انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ انتوا مش عارفين مين ده؟ كركات ده صاحب المكان وعمر الزمان. الله ليك شوق يا رحيم. لا رسول الله، احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحية هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعامل مع واحد سكران ولا حد معرفوش. مجاش في خيالي ابدا انك انت. معلش يا رحيم، مسحها في دقني. العيال دي جديدة وما تعرفكش. لو ما احنا تعرفنا تحت. انت هتقول لي على قديمه. يلا برا، يلا يا اخويا، وانا حسابي معاكوا عسير. والله ليك وحشة. وحشة كبيرة يا رحيم. بتعمل ايه يا رحيم؟ لا بس بقفل الباب عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اقسم لك بالله، والله يا رحيم انا ما في مره صليت العشاء الا ما دعيت لك ان ربنا يفك نيتك. صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العشاء كده قبل ما اروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الوقعه ده انا حسب ما اتعود اخويا. انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا.
في السجن. اهو ده بقى اللي كان عليقني. ما تسمعش من حد غير رحيم. انت ما تعرفش ايه اللي حصل. خلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل رحيم. اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك. هروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجة دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسية؟ ايه اللي بتقوله يا رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ ده انا بقول لك اختك مشتاقة لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعة ما مشيت. والله دمعتها على خدها لغاية دلوقتي. طب قسما بالله دلعت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك. على حسك الغالي يا ابن الغاليين. ياه، ولا لك شو يا رحيم. اللي بالحق، الخزنة دي فيها ايه؟ الخزنة دي فيها فيه. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحة كده الخزنة دي ما فيهاش حاجة، أنت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا أبو السيد، أوامر. لغاية ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا، كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ أنت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، أنا معيش فلوس دي. الفكة والفتة كلها في السوق. لا بس بسيطة بسيطة، أنت تؤمر اللي أنت عايزه. المال مالك أخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 أيام كده، 5 4 3 أيام. تمام؟ ياه، ده أنت ليك شو يا رحيم. نورت بيتك ومطرحك أخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده كبير؟ ده حتى القصر قصرك رحيم. لما انت عارف كده، خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك يا رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي غتربت اخويا، حتى سالها. خوفنا يعني بعد ما تقبض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف أمينة؟ أمينة؟ أنا أمينة ما شفتهاش ليا سنين. من ساعة ما اتجوزت أخوها ما أعرفش عنها أي حاجة. نورت يا رحيم. اتفضل يا كبير، مكانك ومطرحك. ارحاب. ايوه يا سيد، في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم، وحشتني وحشتني قوي يا اخويا، وحشتني. ازيك يا رحاب؟ منور يا اخويا، منور يا رحيم. ايه هو انتوا نسيتوا خالكوا ولا ايه؟ كنت خايف ما اشوفكش تاني. فاكر الحضن بتاع زمان ولا نسيته؟
ودي بقى رؤية اخر العنقود. شفتهاش انت لما اتولدت؟ كنت في ال قول ما تتكسفش. لما كنت في السجن انت مش حكي لهم ولا ايه؟ ده سيد يعرف كتير قوي عنه، مش كده ولا ايه يا عرب؟ طب يلا على اوضكم بقى يا بنات، عشان انتوا عندكم مدارس بكره. يلا يلا على اوضكم بسرعه. يلا يلا زياد، اتكل على الله. هقعد مع خاله شويه وبعد كده هطلع. يا عم اطلع، عايزين نتكلم مع خالك في كلمتين مهمين. ماشي، بس عشان ما نتخانقش. هو انت بتقفش كتير انت وسيد ولا ايه يا زياد؟ لا يا خاله ابدا، ما تشغلش بالك، لينا قاعده مع بعض. الحمد لله على السلامه يا رحيم، الحمد لله على السلامه يا اخويا. الدنيا كانت وحشه قوي من غيرك والله. الدنيا تظبط معايا كده وهبقى اخد منك زياد. كلام ايه ده اللي انت بتقوله؟ زياد عمره ما هيفارقني، ده ابني، وبعدين ده مش كلام انا لوحدي. انا عمري ما فكرت انه ابن اختك عزه، ويعلم الله انا بحبه قد ايه يا رحيم. انا بقولها لك تاني يا رحيم اهو، محدش هياخد مني الواد. زياد ده ابني انا، مش ابن اختي. الله يرحمه. صلوا على النبي يا جماعه. قوم يا رحاب حضري العشاء. الصلاه والسلام. تحب تاكل ايه يا حبيبي؟ لا ما انا اكلت قبل ما رجاله جوزك يهجموا عليا. يا لهوي، رجاله ايه دول اللي هجموا عليه؟ لا ده سوء تفاهم وخلص في الطلاق تلاته. اصل رحيم غايب يعني، وفي حاجه كتير قوي ما اعرفهاش. انا وصل لي كل حاجه. يبقى هشام وحلم هما اللي حكوا لك. لا ما اسمعش من حته واحده رحيم، لازم تسمع مني انا كمان. ولا يا رحاب؟ السيد عنده حق، في حاجات كتيرة أوي أنت ما تعرفهاش يا رحيم. آه هشام زعل سيد جامد، عمل حاجات ما ينفعش أبداً تتعمل، ولولا يعني إن سيد عامل لك خاطر ما كانش سكت أبداً. يرضيك يعني هشام يضرب سيد قدام عياله؟ يرضيك يرضيك؟ ما بلاش السير الهباب ده يا رحاب. رحيم خلاص بقى في وسطينا. هو أنت آخر مرة شفت فيها أخوك هشام كان إمتى؟ من ساعة الخناقة يعني، من مدة كبيرة كده، تقريبا أكتر من سنة مثلا. طب أخوكي متخانق مع جوزك ما تسأليش عليه؟ طب بلاش، هو أبوكي ذنبه إيه؟ ما أنا بقول لك يا رحيم، في حاجات كتيرة أوي أنت ما تعرفهاش والله. وبعدين أبوك خد صف هشام، هو اللي سابني ومشي بمزاجه. أه والله هشام أخوكي مخطوف، محدش يعرف عنه حاجة بقاله فترة. يا لهوي، ومين اللي خطفه؟ ما انا جايلك علشان اعرف منك اي حاجه تساعدنا الاقيه. انا ما اعرفش عنه اي حاجه، بس احنا ممكن نوصل له عن طريق مراته. مراته؟ هو هشام اتجوز؟ مش مراته قوي يعني، انت عارف عمايل اخوك. جات للمركب وطلبت فلوس واديتها اللي فيه الاسم، ومن ساعتها وش الضيف، ما شفتش خلقتها. طب وما تعرفوش الاقيها فين دي؟ انا معايا نمرتها يا اخويا. وجبتيها منين؟ هشام كلمني من نمرتها مرة فسجلتها احتياطي. اه هقوم اجيبها لك. والله ليك شوق يا رحيم. دي كانت هتبقى اغبى حركة ممكن تعملها في حياتك، تقتله على المركب بتاعتك. سامي قال لي هطلعك منها. وهو في حد يصدق سامي برضو؟ ده مش بعيد يكون كان عايز يلبسك مصيبة عشان يخلص منك انت ورحيم في وقت واحد. تخيل انت معاكي حق. لا بس انا عايز اقريك على حاجة امينة، انا مش هقع لوحدي. رحيم لو خلص عليا هيفضلكم، وانت اللي هتكوني بعدي. وهو انا قاعدة معاك دلوقتي ليه؟ عايز تخلص من رحيم؟ ماشي، بس من غير ما تلط نفسك. ورحيم حبايبه كتير قوي. يعني ايه؟ نزق عليه حد؟ بالظبط كده. بس طبعا لازم نسخنه الاول. عندك حد؟ عيب عليك. انت على طول بهراني كده يا امينه.